السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيدة بلقياكم. كنتمنى دائما أنكم تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا في تمام الصحة والعافية. وغادي نحضروا اليوم واحد الكيك أخواتي مختلف تماما على الكيك العادي اللي كتحضروا بشكل يومي، واحد الكيك هماوي بطريقة جديدة، وش حاجة اللي هي حصرية على قناتي، شي حاجة اللي كيف قلت لكم تحضروها بوجهكم حمر، شي حاجة زوينة بزاف. وندوزو على بركة الله المقادير. بالنسبة للمقادير غادي يكونوا على جوج مراحل، المرحلة الأولى غادي نحضروا الخليط ديال الكيك، والمرحلة الثانية غادي نحضروا الحشو ديال الكيك. بالنسبة للمقادير ديال الكيك، عندنا 4 البيضات يكونوا بحرارة المطبخ ضروري، عندنا كاس ديال عنبة ديال السكر سنيدة، كيس من السكر فاني، 120 غرام ديال الزبدة تكون بحرارة المطبخ، عندي ربع كاس ديال الزيت، ربع كاس تقريبا 41 غرام، عندي جوج اكياس من خميرة الحلويات، عندي كاس ديال الكريمة. الا ما عندكمش الكريمة فحنا كنعوضوا في هذه المرحلة داك الكاس ديال الحليب بواحد، يعني كناخذوا داك الكاس تاع الحليب، ناخذوا كاس تاع الحليب نديروه في كاسرونه ونزيدوا ليه جوج معالق ديال الخل ونخليهم حتى كيسخنوا، بحال غير يسخنوا غير يدفاو، غيبان لكم الحليب بحال الا خسر، ما تخافوا ما حتى شي حاجه، هذاك هو الخليط اللي غادي تعوضوا به الكريمه، كاس تاع الحليب مع جوج معالق ديال الخل. غادي نحتاجوا كذلك واحد 300 غرام ديال الدقيق الابيض، وهادو هما المكونات كيف قلت لكم بالنسبه للخليط ديال الكيك. بالنسبه للطريقه باش غادي نخدموا دائما الكيك اللي كيكون ديال الزبده، كيكون مختلف على الكيك اللي كنخدموه بالزيت. الكيك ديال الزبده اول حاجه كناخذوا الزبده، وضروري تكون بحراره المطبخ ما تكونش قاصحه. مثلا غادي يسولوني على الزبده، ممكن تخدموا باي نوع ديال الزبده، ماشي شرط يكون من نوع جيد، ممكن تخدموا بالزبده ديال البواطه اللي كتكون يعني هذيك اللي كتكون في البواطات، ممكن تخدموا بها في هذا الكيك. هذا كتاخذوا الزبده تخدموها مع سنيده وتزيدوا الفاني مزيان. هنايا الا كانت الزبده بحراره المطبخ لا داعي انكم ديروا الطراب الكهربائي، ممكن غير بالطراب اليدوي يعني تخلطوا المكونات بشويه بشويه. كنخدموا الزبده مع السكر، من بعد كنضيفوا دوك ربع كاس ديال الزيت النباتيه، وكنضيفوا دوك 4 البيضات. كيف قلت لكم الطريقه شويه مختلفه على طريقه باش كتخدموا الكيك العادي. عاده ما كنخدموا البيض مع السكر هو الاول، عندكم تنضيفوا الزيت تنضيفوا باقي السوائل، لكن في الكيك تاع الزبده لا، كنخدموا الزبده مع السكر عاد كنضيفوا داك شويه ديال الزيت، وكنمشيو هكا مع نضيفوا كذلك دوك البيضات، ونضيفوا داك الكاس ديال الكريمه حتى هو دفيت واحد شويه، ما خاصوش يكون بارد. قلت لكم بالنسبه للكريمه الا ما كانش متوفره عندنا، كاس ديال الحليب في كاسرونه نزيدوا ليه جوج معالق ديال الخل، نديروهم يدفاو، غادي يبان لكم الخليط بحال الا خسر، ماشي مشكل، خليوه يدفى وضيفوه للخليط ديال الكيك صافي. وكتاخذوا دوك جوج خمارات كتغربلوهم مع 300 غرام اللي هي 3 كيسان ونص ديال الطحين، كنغربلوهم مزيان وكنضيفوهم. الخليط ديال الكيك ديال الزبده ديما كتلاحظوا انه كيكون شويه ثقيل مقارنه بالخليط ديال الزيت. كنخلطوا هاد المكونات مزيان، وما نساوش دائما ديك القبيصه تاعت الملحه كتوازن لينا الحلاوه في الكيك، وكتخرج لينا اللذه اللي كتكون في الكيك. غادي نخلي دابا هاد الخليط لهاد المرحله، دابا راه مزيانه صافي، خلطنا جميع المكونات، حصلنا على الخليط ديال الكيك ديالنا، غادي نخليوه على جنب، وغادي نمشيو نحضروا دابا الحشوه اللي غادي تكون لينا في الوسط، وغتكون كذلك الفوق ديال الكيك. هاد الحشوه شنو فيها؟ هاد القاعده عامه، جوج معالق ديال الدقيق مع جوج معالق ديال الزبده مع جوج معالق ديال السكر سنيده، جوج معالق ديال الدقيق مع جوج معالق ديال الزبده مع جوج معالق ديال السكر سنيده. وعندنا هنايا واحد 75 غرام حتى 80 غرام ديال، يعني واحد نص كاس ديال العنبه مخلط، اما بغيتو ديروا الكركاع بوحدو ديروه، بغيتو ديروا اللوز مهرمش بوحديتو ديروه، بغيتو تخلطوهم هما بجوج خلطوهم هما بجوج، كيبقى لكم اخواتي الاختيار. وهنا ممكن نضيفوا عليهم بعض حبيبات ديال الشوكولاط، عندي غادي نسم شويه ديال القرفه، وغادي نسم كذلك بواحد معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان. غادي نخلط هاد المكونات كلها، غادي نمزجها مع بعضياتها بهذه الطريقه هذه، يعني بحال غادي نصيب واحد الكرامبل. يعني كناخذ السكر كنضيف ليه الزبده وكنضيف ليه دوك جوج معالق ديال الطحين، وكنخدم غير بيديا ولا بفرشيط، لان الزبده واخده حراره المطبخ يعني ما تكونش في الثلاجه. كنخدم هاد المكونات الزبده كيف ما قلنا مع السكر ومع كذلك مع الدقيق. في حاله ما بغيتوش تضيفوا ديروا القرفه، كان الناس اللي ما تعجبهمش المذاق ديال القرفه
هنا ممكن تعوضوه بسكر فاني، ممكن ديروا الفاني ماشي مشكل، غير هو هاد المكونات اللي عطيتكم راها كتواتر بواحد الشكل خطير جدا. غادي نخلط هاد المكونات وغادي نضيف من بعد ما غادي نخلط الزبده مع السكر مع الدقيق، غادي نضيف داك هذيك القهوه سريعه الذوبان، وغادي نضيف كذلك دوك الفواكه يعني المقصرات او الفاكهه اللي عندي، ثم غادي نضيف كذلك شويه القرفه والقهوه، وغادي نخلط كل شيء. وهذا هو الخليط اللي غادي نعمر به الكيكه وغادي نديرو فوق منها. تيقوني هاد الكيك هذا راه ماشي كيك عادي، واللي داقو عندكم ما غادي يفهموهالوش، حاجه اللي هي زوينه زوينه وزوينه بزاف، وبغيتكم تجربوها، شي حاجه مختلفه تماما على العادي. ناخذ القالب العادي ديال الكيك، بغيتو ديروه مربع ديرو، بغيتو ديرو هذا اللي مثقوب من الوسط ديرو، بغيتو ديروه مدور ديرو، الشكل متي انتوما على حساب كيفاش بغيتو تقدموا الكيك ديالكم. كنفرغوا النص ديال الخليط ديال الكيك في المول، من بعد ما دهناه بالزبده ورشيناه بالطحين ودخلناه واحد ربع ساعه للفريكو، كنجبدو وكناخذ نص ديال الحشوه كنديرها على الوسط، ونعاود نفرغ ما تبقى من الخليط ديال الكيك. لكن هنا قبل ما كنفرغ الخليط ديال الكيك، خديت واحد شويه، وهذه اضافه فقط، شويه ديال الشوكولاط بالحليب، الشوكولاط بالحليب يعني ماشي داك الشوكولاط الكحل، داك الشوكولاط القوي، خديته وحكيت شويه الوسط، عاد فرغت نصف الكميه ديال الكيك اللي بقات عندي، وعاودت وزعت ما تبقى من الحشوه الفوق، زدت حبيبات ديال الشوكولاط. صافي هنا في هذه المرحله غادي ندخل الكيك ديالي الفران، كيطيب بحال الكيك عادي، يعني كيطيب على واحد الفران اللي كيكون بارد، الفران اللي كيكون بارد على حراره ديال 160 درجه، ونخليه يطيب على خاطر خاطر حتى كيطلع. من بعد ما غادي يطيب لي الكيك، انا زدت غير شويه ديال الشوكولاط، وهذا كيف قلت لكم مساله اختياريه. من بعد ما طاب الكيك كيف ما كتلاحظوا، دائما ملي كدوز واحد نص ساعه حتى ل 35 دقيقه، كناخذ واحد الموس ولا كناخذ شي قطيب، وكنبقى كنقلب الكيك ديالي. يعني هنايا ديما الكيك ما نحلش عليه ديك نص ساعه الاولى، ما نحلش عليه نهائيا، 45 دقيقه راه كيكون الكيك موجود، يعني كيخرج داك الموس ناشف، كنعرفوا الكيك ديالنا طاب. بعد ما خرجت الكيك ديالي، درت لي شويه ديال السكر كلاصي، طبيعه الحال السكر كلاصي كيكون خاص بالتزيين ديال الحلويات. صافي وكنقدمه بالصحه والراحه. هاد الكيك هذا علاش كيعجبني ديما تنقول لكم انايا في الفيديوهات، كيعجبني الكيك ديال الزبده، الكيك ديال الزبده كيصبر مده طويله في الثلاجه، والمذاق ديالو تيجي خطير جدا مقارنه بالكيك ديال الزيت. وثاني حاجه الطبقه اللي درنا الوسط مع الطبقه المقرمشه اللي درنا الفوق، كيجي واحد الكيك شي حاجه هماويه، يعني ملي قلت انا كيك هماوي ففعلا كتجي كيكه هماويه ديال تحمير الوجه، تتجي غزاله البنات. وكتعرفوني انايا ملي كنشكر شي كيكه راه بدات كيمشي يجربوها، كتصيفطوا ليا الصور ديالهم كذلك والتطبيقات ديالهم في الانستغرام، لان فعلا شي حاجه خطيره وخطيره جدا. ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا الخبر. خليت لكم الرحيله حلقه مقبله بحول الله، دمتم في رعايه الله وحده.